صباح الخير على حضراتكم، يوم جديد وصباحك عندنا. قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي تستحق عن جدارة أننا نصفها قمة النجاح والتوافق. الرئيس الأمريكي أكد للرئيس السيسي أن عنده أو لديه صديق وحليف قوي في واشنطن، واتفقوا على ضرورة محاربة الإرهاب. هنتكلم أكتر عن برنامج الرئيس في أمريكا في اليوم الثالث وعدد آخر من الأخبار والمتابعات الهامة، لكن خليني أبدأ مع حضراتكم بأبرز وأهم عناوين الأخبار. تفضلوا. الرئيس يواصل زيارته لأمريكا ويعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن. السيسي: استثمارات أمريكا في مصر 21.3 مليار دولار ب 2015 ونتطلع لزيادتها. العلاقات الخارجية بالبرلمان تستعرض زيارة السيسي لأمريكا في اجتماع خاص. البنوك الصينية تدرس فتح فروع لها بمصر وتشيد بتجربة تبادل الجنيه واليوان. رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع مجلس أمناء سلامة الغذاء. الداخلية تناقش اليوم قانون المرور الجديد ووضع حلول لحوادث الطرق. الآثار: الكشف عن بقايا هرم في دهشور. اللجنة العليا للحج السياحي تواصل اليوم اجتماعات تسعير برامج الرحلات. وأخيرا اليوم أولى محاكمات المتهم باغتصاب طفلة البامبرز في جنايات المنصورة. دي أبرز وأهم عناوين الأخبار اللي موجودة معانا النهاردة.